السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من مادة التأمينات الأشخاص. هنتكلم النهاردة عن مادة تأمينات الأشخاص. ومادة تأمينات الأشخاص دي بتتكون من بابين. الباب الأولاني بيتكلم عن أساسيات وأنواع التأمين على الأشخاص. طبعا احنا في الحلقة النهاردة هنتكلم على الوحدة الأولى من الباب الأول. طب الوحدة الأولى من الباب الأول اسمها ايه؟ اسمها أساسيات التأمين على الأشخاص. طب الوحدة الأولى دي اللي هي أساسيات التأمين على الأشخاص بتتكون من 4 أجزاء. الأربع أجزاء هم أول حاجة لازم أعرف في أساسيات التأمين على الأشخاص اللي هي أخطار الحياة. طب الجزء الثاني أعرف إيه؟ أعرف الأخطار اللي بتهدد ذو الدخل. طيب إيه تاني؟ الجزء الثالث أعرف أسس شراء التأمين. أسس شراء الإيه؟ التأمين. طيب الجزء الرابع لازم أعرف طرق بيع أو طرق تحديد مبلغ التأمين، إن أنا أحدد مبلغ التأمين. واخر حاجة من الوحدة الاولى اللي هي اساسيات التأمين، الجزء الاخير اللي انا هحدد طرق تحديد بيع التأمين او بيع الايه التأمين على الاشخاص. طبعا هناخد اول جزء في الوحدة الاولى اللي هي اساسيات التأمين على الاشخاص اللي هو الاخطار. اخطار الحياة، هي ايه اخطار الحياة؟ لو انت كده بتفكر مع نفسك كده، هو ايه خطر الحياة؟ ايه الشخص اللي هو يكون عنده خطر للحياة؟ احنا بنتكلم عن مادة اسمها مادة ايه؟ التأمينات الاشخاص. طب هي مادة التأمينات الاشخاص دي يعني انا بأمن على ايه؟ على شخص. يبقى هنا الخطر الشخص ده او الفرد ده خطره ايه؟ اول حاجة اللي هو فقد مصدر الدخل، ان انا هفقد مصدر الايه؟ الدخل. طب وتاني حاجة، تاني حاجة ان انا انخفاض مصدر الايه؟ الدخل، انخفاض مصدر الدخل. طيب يبقى هنا من الاخطار الحياة اللي احنا بنتكلم عليها، اول حاجة زي ما قلنا ان انا بفقد الايه؟ بفقد مصدر الدخل. بفقد مصدر الدخل الايه؟ مثلا لو الاسرة مكونة من الزوج والزوجة والابن. طيب الزوج ده اللي هو يعتبر هو مصدر الدخل، هو اللي بيعول الأسرة. طيب هو الشخص ده لو هو توفى مش كده، يبقى انا فقدت مصدر الدخل بتاعي. يبقى هنا لو الشخص ده توفى يبقى انا فقدت مصدر الدخل. طب ايه تاني؟ لو الشخص ده حصلت له اصابة او مرض كده هيقل او هينخفض مصدر الدخل او هينخفض الايه؟ الدخل بتاعي. طب لو احنا جينا نشوف مع بعض على الشاشة اللي هي اخطار الحياة ووثائق تأمينها، اول حاجة زي ما احنا قلنا اللي هو فقد مصدر الدخل الرئيسي للأسرة. طيب تاني حاجة اللي هو انخفاض دخل الأسرة بما يؤثر على مستوى معيشتهم. يبقى هي زي ما احنا قلنا ان لازم هنا عندي 2 من اخطار الحياة اللي هو مصدر الدخل الرئيسي للأسرة، تاني حاجة انخفاض دخل الأسرة بما يؤثر على مستوى معيشتهم. ده كان هنا اخطار الايه؟ اخطار الحياة. طب الجزء التاني اللي بعد كده اللي احنا لازم نعرفه، ايه هي الاخطار اللي بتهدد ذو الدخل؟ انا عندي اخطار بتهدد ذو الدخل. اتفقنا ان احنا الزوج ده او هو رب المنزل او اللي هو بيعول الاسرة ده، ايه الاخطار اللي بتهدده اللي هو ذو الدخل؟ اول حاجة الوفاة المبكر لو الشخص ده توفى. طب تاني حاجة من الاخطار اللي هو يحصل ايه؟ اللي هو يحصل عجز مثلا نتيجة ايه؟ اصابة او مرض. طيب تالت حاجة ايه هو؟ اللي هو يحصل ايه؟ اللي هو التقاعد او الشيخوخة، ان هو الشيخوخة ان هو يوصل مثلا لـ60 سنة، فكده هو هيطلع على المعاش، فكده ايه مصدر الدخل بتاعه هينخفض. طيب رابع حاجة من الاخطار اللي هي بتهدد ذو الدخل اللي هو طول العمر، الشخص هيبقى طول العمر عنده مثلا 90 سنة ونفاذ المال، نفاذ المال اللي هو ما عندوش ايه؟ ما عندوش مال. يبقى هنا دي الاخطار اللي بتهدد ذو الدخل. طب الاخطار اللي بتهدد ذو الدخل هنشوفها هنا مع الشاشة اهو زي ما احنا قلناها. اول حاجة الوفاء المبكر لمكتسب الدخل. طيب تاني حاجة من الاخطار اللي بتهدد كل ذو دخل اللي هو العجز الناتج عن مرض او حادث. طيب تالت حاجة من الاخطار اللي بتهدد كل ذو دخل اللي هو التقاعد الاجباري او الشيخوخة.
طب رابع حاجة من الأخطار اللي بتهدد كل ذو الدخل اللي هو طول العمر حتى نفاذ المال. طول العمر حتى نفاذ الايه؟ المال. لو احنا فاكرين اهو مع بعض ان احنا خدنا اول جزئيه اللي هي الاخطار اللي بتحدد الاخطار اللي هي اخطار الحياه، وقلنا ان الاخطار الحياه هما اتنين اللي هو فقد مصدر الدخل وانخفاض الدخل، واتكلمنا عن الاخطار اللي هي بتحدد ذو الدخل وقلنا ان هما كام؟ اربعه، اللي هو الوفاه المبكر، تاني حاجة العجز نتيجة إصابة أو مرض، تالت حاجة اللي هو التقاعد أو الشيخوخة، وآخر حاجة اللي هي إيه بقى اللي إحنا قلناها اللي هو طول العمر حتى نفاذ الإيه؟ حتى نفاذ المال. طب الأجزاء اللي إحنا خدناها دلوقتي لو إحنا فاكرين أبنائي الأعزاء، لو إحنا فاكرين مع بعض، الجزء ده هيجي فيه سؤال إزاي؟ هيجي منه سؤال يقول لك اذكر أو اكتب الأخطار اللي بتهدد ذو الدخل اللي هم الأربعة اللي إحنا لسه قايلينهم. طب وإيه تاني؟ ممكن يجي لك صح وخطأ. طب ايه هو الصح وخطأ؟ لو احنا شفنا هنا على الشاشة اهو بيقولك ده علامة صح او خطأ، هنا بتوفر وثائق التأمين على الحياة، الحماية اللازمة لتغطية الآثار المالية المترتبة على تحقق خطر الوفاة الايه؟ المبكر. احنا فاكرين مع بعض ان احنا قلنا ان خطر الحياة او الخطر اللي بيهدد ذو الدخل اللي اول حاجة الوفاة الايه؟ الوفاة المبكر. يبقى النقطة دي هنقولها، النقطة دي هتكون ايه؟ النقطة دي هتكون صحيحة. يبقى هنا لازم نأكد ان احنا ان الوثائق التأمين على الحياة ان هي بتعمل حماية اللازمة لتغطية الآثار المالية المترتبة على تحقق الخطر الوفاة الايه؟ الوفاة المبكر. طيب هنيجي بعد كده الجزء اللي بعد كده اللي هو ايه بقى؟ انواع وثائق التأمين. انا عندي انواع وثائق التأمين اللي هي وثائق التأمين على الممتلكات ووثائق التأمين على الاشخاص. لازم ان انت تفرق، انت في اللي احنا في الدبلوم او في سنة تالتة لازم تفرق بين انواع التأمين. انا عندي انواع وثائق التأمين هما اتنين، اللي هي وثائق التأمين الممتلكات ووثائق التأمين على الاشخاص. احنا النهاردة بندي مادة اسمها مادة ايه؟ مادة التأمينات الاشخاص. شطار، انا سامعاكم ان انتوا بتجاوبوا معايا. طيب يبقى هنا مادة تأمينات الاشخاص بتتكون من ايه؟ بتتكون من نوعين، اللي هي ايه؟ اللي هي الفردية والجماعية. الفردية والايه؟ والجماعية. طب ايه هي الممتلكات؟ الوثائق التأمين على الممتلكات. الممتلكات دي زي ايه؟ الممتلكات دي هتكون زي سرقة، السطو، آلات، معدات هندسية، تأمينات هندسية، مثلا زي ايه تاني؟ زي السيارات، الحريق، زي ما قلنا السطو، دي اللي هي التأمين على الممتلكات. طب التأمين على الأشخاص اللي احنا حاليا بنديها في المادة بتاعتنا اللي هي التأمين على الأشخاص، قلنا ان هي بتتكون من نوعين. ايه هو النوعين؟ اللي هو الفردي والجماعي. طب من اسمه كده الفردي، يبقى انا بعمل وثيقة بأمن على شخص واحد، شخص ايه؟ واحد. طب الجماعي بقى، الجماعي باسمه كده من اسمه ان انا بعمل وثيقة لمجموعة من الافراد. مجموعة من الايه؟ من الافراد. لازم ان هنا المجموعة من الافراد دي تربطهم علاقة عمل، لازم هنا تربطهم علاقة ايه؟ عمل. يبقى هنا زي ما احنا اتفقنا ان هنا الوثيقة او انواع وثائق التأمين هما نوعين، اللي هي وثيقة التأمين على الممتلكات ووثيقة التأمين على الايه؟ على الاشخاص. وثيقة التأمين على الاشخاص هي بتتكون من ايه؟ من نوعين، اللي هي الفردية والايه؟ والجماعية. لو احنا شفنا اهو على الشاشة تغطي وثائق التأمين، مثال بقى لو احنا ايه زي ما احنا قلنا انواع الوثائق هندي مثال عليها، او هو بيجي في الامتحان شكله ايه؟ هنا ده علامة صح وخطأ. تغطي وثائق التأمين على الحياة الفردي فردين واحد، اما وثائق التأمين على الحياة الجماعي فتغطي مجموعة من الافراد. احنا لسه قايلين ان احنا وثائق التأمين على الاشخاص بتنقسم الى ايه؟ الى فردي وجماعي، وقلنا ان الفردي ده بيكون فرد واحد، اما وثائق التأمين على الحياة الجماعي هي بتغطي مجموعة من الايه؟ من الافراد. يبقى هنا النقطة دي هتكون ايه؟ شطارة، انا سامعاكم بتقولوا ان هي هتكون صحيحة. طيب هنيجي بعد كده الجزء اللي بعد كده، احنا قلنا ان وثائق التأمين على الاشخاص الفردية عندي ان هي وثائق شعبية ووثائق عادية. الوثائق الشعبية
الوثائق، يبقى هنا الوثائق اللي هي على الاشخاص الفردي زي ما احنا اتفقنا. وهنعيد تاني ان انواع الوثائق التامين هم نوعين، وثائق التامين على الممتلكات ووثائق التامين على الاشخاص. وقلنا ان وثائق التامين على الاشخاص هي بتنقسم الى نوعين اللي هو فردي وجماعي. وقلنا ان الفردي ده لازم يكون فرد واحد، اما الجماعي هي مجموعه من الافراد. طب هناخد اللي هو الوثائق اللي هي التامين الفردي. وثائق التامين الفردي دي بتنقسم الى ايه؟ الى نوعين اللي هو الشعبي والعادي. الشعبي والايه؟ والعادي. طب يعني ايه الشعبي؟ الشعبي ده بتخص او بيستفيد منه الطبقه الفقيره، بيستفيد منه الطبقه الايه؟ الفقيره. يبقى هنا هم اللي بيستخدموا التامين الشعبي دول الطبقه الايه؟ الفقيره. طيب الوثيقه الثانيه اللي هي العاديه. طب الوثيقه الثانيه اللي هي العاديه بتنقسم الى ايه؟ الى ثلاث حاجات. ايه هم الثلاث حاجات؟ اللي هي الحياه الوفاه والمختلط. الحياه والوفاه والمختلط اللي هي الوثائق الايه؟ الوثائق العاديه. طب ايه الفرق بين وثيقة التأمين على الحياة، وثيقة التأمين على الوفاة، ووثيقة التأمين المختلط؟ من اسمها كده الحياة. الحياة ده ان الشخص ده بيروح لشركة التأمين ويقول لها انا عاوز أأمن على نفسي لان انا افضل، اللي هي الوفاة دي، ان انا افضل لو انا فضلت مثلا لو انا توفيت في سن معين او في سنة كذا، يبقى هنا الورثة هم ياخدوا اللي هو مبلغ التأمين. طيب في الوثيقه الثانيه اللي هي وثيقه الايه؟ وثيقه الحياه. طب وثيقه الحياه دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم ان الشخص ده هو هيأمن لسن معين، مثلا لحد الشيخوخه او التقاعد، ان انا من سن لحد التقاعد اللي هو 60 سنه، لو انا فضلت عايش لحد 60 سنه شركه التامين تعوضني او تديني مبلغ التامين. طب الوثيقه المختلطه، الوثيقه المختلطه ده اللي هي بين، هي مؤكده الايه؟ الدفع. هي وكالة الايه؟ الدفع. لو الشخص ده فضل عايش او توفى في الحالتين هياخد الايه؟ هياخد مبلغ التأمين اللي هي المختلطة. المختلطة اللي هي مؤكدة الايه؟ مؤكدة الدفع، اللي انا هاخد فيه لو الشخص ده توفى او الشخص ده فضل على قيد الايه؟ على قيد الحياة. طب لو احنا شفنا اهو على الشاشه اللي هي وثائق التامين على الاشخاص الفرديه، اللي هي وثائق شعبيه ووثائق عاديه زي ما احنا قلنا. ان الوثائق العاديه زي ايه؟ زي الوفاه، الحياه، والمختلط. طب لو احنا هنيجي مع بعض اهو نشوف لو جه سؤال على الجزئيه اللي احنا خدناه، اللي هي بتنقسم وثائق التامين على الاشخاص الفرديه بصفه عامه الى وثائق ايه ووثائق ايه؟ احنا زي ما احنا اتفقنا ان هنا وثائق التأمين الاشخاص الفردية بصفة عامة بتنقسم الى ايه؟ هتقولولي ان هي بتنقسم الى الفردية بتنقسم الى ايه؟ العادية والشعبية. صح كده؟ صح كده. انا سامعاكم شطار قايلين اهو وثائق عادية ووثائق ايه؟ وثائق شعبية. طب هنيجي بعد كده الجزء اللي بعد كده اللي هي وثائق تغطي الخسائر المالية المترتبة على حال الوفاة. لو الشخص ده فضل او الشخص ده توفى، عندي كم وثيقة اللي هي بتغطي الخسائر المالية المترتبة على حال الوفاة؟ عندي نوعين اللي هي ايه؟ اللي هي وثائق التأمين المؤقت ووثائق التأمين مدى الحياة. يبقى هنا لازم نأكد ان هنا ان الوثائق اللي بتغطي الخسائر المالية المترتبة على حال الوفاة عندي نوعين، اللي هي تأمين وثائق التأمين المؤقت ووثائق التأمين مدى الحياة. طب لو هي جاي سؤال على الجزئية دي هيجي فيها ايه؟ بيقولك هنا بتغطي وثائق التأمين المؤقت وتأمين مدى الحياة الخسائر المالية المترتبة على حال الوفاة. شطار انا سامعاكم بتقولوا ايه؟ ان الاجابه دي هتكون ايه؟ هتكون صحيحه. طيب اللي بعد كده، الجزء اللي بعد كده اللي هي الوثائق بتغطي الاثار الماليه المترتبه على حال الحياه. عندي وثيقتين، ايه هما الوثيقتين دول؟ اللي هي الوقفيه البحته ودفعات الحياه. الوثائق اللي بتغطي دي حال الحياه. طب الاولانيه كانت ايه؟ حال الايه؟ الوفاه. اما حال الحياه هي الوقفيه البحته ودفعات الايه؟ ودفعات الحياه.
طب لو دي جت هتيجي ايه في الامتحان؟ هتيجي زي ايه مثلا اللي هي صح وخطأ. تغطي وثائق التأمين الوقفية البحتة ودفعات الحياة الآثار المالية المترتبة على طول العمر اللي هي الحياة، يبقى دي هي هتكون ايه؟ هتكون صحيحة. يبقى هنا لازم نفرق بين وثيقة التأمين اللي بتغطي الخسائر المالية على حال الوفاة وحال الايه الحياة. الوفاة احنا قلنا ان هي وثيقتين، ايه هما الوثيقتين دول؟ اللي هي المؤقتة ومدى الحياة، المؤقتة ومدى الايه الحياة. دي لو الشخص ده هيتوفى، يعني انا رايحه امن عن نفسي لو انا في فتره معينه او في سن معين انا توفيت، فانا محتاج ان انا بامن على اسرتي، على الاسره بتاعتي، ان هم يفضلوا على مستوى المعيشه بتاعي. فانا بروح اختار الوثيقه اللي هي خاصه لو انا توفيت، يبقى هنا باخد يا اما الوثيقه المؤقته او وثيقه مدى الحياه. طيب الوثيقة التانية أو اللي هي الوثائق اللي بتغطي الخسائر المالية أو الآثار المالية على إن الشخص ده يفضل على طول الحياة أو في حالة الحياة، عندي وثيقتين اللي هم إيه؟ شطارة أنا سامعاكم، اللي هي الوقفية البحتة ودفعات الحياة. الوقفية البحتة والدفعات الإيه؟ الحياة. إن الشخص ده هيفضل عايش طول فترة معينة اللي هي مدة التأمين أو وثيقة التأمين، لو هو فضل على قيد الحياة في الفترة المعينة دي، يبقى هنا هيبدأ إن هو ياخد مبلغ التأمين أو هياخد اللي هو المعاشات أو دفعة المعاش اللي هو متحددة في الوثيقة. يبقى احنا عرفنا الفرق بين اللي هي الوثائق اللي بتغطي الخسائر المالية في لو الشخص ده توفى او الشخص ده فضل على قيد الايه؟ على قيد الحياة. طب لو احنا شفنا على الشاشة اهو، ايه الهدف الاساسي لعمليات التأمين على الاشخاص؟ ايه الهدف ان انا الهدف الاساسي لعمليات التأمين على الاشخاص؟ اول حاجة او هي حماية الاسرة، حماية الايه؟ الاسرة والافراد من الخسائر المالية المترتبة على وفاة مصدر الدخل. الهدف الأساسي لعمليات التأمين على الأشخاص، أنا الهدف الأساسي إن أنا بعمل إيه؟ حماية تأمينية. حماية تأمينية على مين؟ على الفرد والأسرة. بعمل حماية تأمينية على الفرد والإيه؟ والأسرة. نتيجة إيه؟ نتيجة الخسارة أو الخطر اللي بيهدد دخل الأسرة أو اللي هو المستوى المعيشة للأسرة. يبقى هنا ده الهدف الاساسي من التأمين على الاشخاص. انا بعمل حماية تأمينية، انا مش بعمل تعويض. هنا في التأمين على الاشخاص انا مش بعوض، انا بعمل حماية تأمينية علشان الفرد ده او الشخص اللي هو بيعول الاسرة يفضل الاسرة في المستوى المعيشي اللي هو زي ما كان موجود في الشخص ده وهو على قيد الحياة. يبقى هنا هيفضل على مستوى الايه؟ المعيشة. يبقى هنا الهدف منه اللي انا بعمل ايه؟ ان انا بعمل حماية تأمينية. بعمل حماية تأمينية لمين؟ للأسرة والأفراد. طيب اللي بعد كده بيقول ايه هو؟ لو جه سؤال فيها هنا، التأمين الاجتماعي او الحكومي هو تأمينا اختياريا؟ طبعا هو خطأ. ليه بقى؟ لان انا عندي ان التأمين الاجتماعي والحكومي هو تأمين اجباريا، هو تأمينا ايه؟ اجباريا. احنا كده اخدنا اللي هو اول جزء اللي هي اخطار الحياة والاخطار اللي بتهدد ذو الدخل، واتكلمنا على الهدف الرئيسي للتأمين. هناخد اسس شراء التأمين على الحياة. هنا كثيرا ما يشاع في صناعة التأمين ان التأمين على الحياة يباع ولكنه لا يشترى، بمعنى ان مشتري وثائق التأمين على الحياة بصفة عامة لا يدركون حاجتهم الفعلية الى شراء التأمين. هما بيدركوش ان هما عاوزين ان هما يشتروا او هما عندهم الحاجة ان هما الفعلية لشراء التأمين على الحياة على الحياة بمبالغ ايه؟ كافية. يبقى هنا صناعة التأمين بيعتبر ان هنا ان التأمين على الحياة يباع ولا ايه؟ ولا يشترى. يمكن حث الأفراد وتشجيعهم على شراء التأمين على الحياة بمبالغ كافية، فإنه يجب أولا معرفة ما هو مبلغ التأمين الكافي أو المناسب الواجب شراءه. لو أنا لازم إن أنا أحس وأشجع الأفراد إن هم يشتروا مبلغ التأمين، لازم الأول أعرف إن هنا مبلغ التأمين هحدده على أساس إيه، أو هو مبلغ التأمين بحدد على أساس إن هو الشراء اللي هو هياخده من وثيقة التأمين.
يبقى هنا لازم ان انا بحدد المبلغ المناسب او الكافي لمبلغ التأمين او الاقساط اللي هو هيدفعها او نوع الوسيط اللي هو هيدفعها. يبقى هنا لو انتوا فاكرين احنا قلنا ان هنا ان من صناع التأمين بيقولوا ان هنا ايه، ان التأمين لا، ان التأمين يباع ولا ايه ولا يشترى، ان التأمين لا يباع ولا ايه ولا يشترى. طب هنيجي بعد كده لو هو سؤال جالك اهو، شايفين احنا لسه قايلين اهو التأمين على الحياة يباع ولكن لا يشترى. احنا قلنا ان ده، قلنا ان هم صناعة التأمين قالوا ان التأمين على الحياة يباع ولكن لا ايه لا يشترى. يبقى هنا الاجابة هتكون صحيحة. تالت حاجة اللي هي طرق تحديد مبلغ التأمين على الاشخاص. بيتحدد مبلغ التأمين على الأشخاص من الناحية العملية عادة على أساس قدرة المؤمن له اللي هو مشتري التأمين المادية على سداد أقساط التأمين المطلوبة حسب نوع الوثيقة المرغوبة. يبقى أنا بحدد مبلغ التأمين عادة على قدرة المؤمن له على سداد قسط التأمين المطلوب حسب نوع الإيه؟ نوع الوثيقة. تاني حاجة إن أنا بحدد مبلغ التأمين على الأشخاص من الناحية العملية عادة في حالة التأمين ضد خطر الحياة. نجد إن أقساط التأمين المستحق لواحد واحدة أو لوحدة واحدة من مبلغ التأمين هو 1000 جنيه عادة تكون مرتفعة لذو الأعمار الإيه الصغيرة ومنخفضة لذو الأعمار الكبيرة في حالة إيه؟ في حالة ثبات مدة التأمين نظرا لارتفاع احتمال الايه الحياة للأعمار الصغيرة عنها للأعمار الايه الكبيرة. يبقى هنا أنا بحدد مبلغ التأمين بحدده على أساس ايه؟ أنا بحدد مبلغ التأمين على أساس إن الشخص ده هيقدر إن هو يدفع أقساط التأمين. وعلى أساس ايه تاني؟ على أساس نوع التأمين أو نوع الوثيقة. نوع الوثيقة دي هي اللي بتحدد لي إن أنا أحدد مبلغ التأمين، علشان إن أنا لما بحدد مبلغ التأمين ببدأ إن أنا أحدد هنا المبلغ أو الأقساط اللي هو هتسددها. طب هنا عندي في الأقساط ممكن الأقساط دي بتكون كبيرة الأعمار الكبيرة والأعمار الصغيرة، هل الاتنين بيساووا بعض؟ هل الأعمار الكبيرة بيدفعوا زي الأعمار الصغيرة؟ لا طبعا، قلنا إن هنا الأعمار الكبيرة بيدفعوا مبالغ قليلة، أما الأعمار الصغيرة بيدفعوا مبالغ إيه؟ صغيرة. طيب هنشوف هنا بعد كده إن أنا بحدد برضك مبلغ التأمين في حالة التأمين ضد خطر الوفاة، في إن أقساط التأمين بيزداد، أقساط التأمين بيزداد كلما كان عمر المؤمن عليه ايه اكبر. يبقى اقساط التأمين في حالة الوفاة اقساط التأمين بتزيد في اذا كان عمره ايه اكبر نظرا لارتفاع معدلات او احتمال الوفاة كلما زاد الايه زاد العمر. يبقى هنا لو الشخص ده في بيعمل وثيقة تأمين على الوفاة، يبقى على الوفاة ده ان هنا بيبدأ ان الشخص ده بيأمن عليه وبيدفع، لو الشخص ده سنه كبير يبقى بيدفع اقساط او الاقساط بتكون مرتفعة. ليه الاقساط بتبقى مرتفعة؟ لان هو معدل او احتمال اللي هو يتوفى ده بيبقى ضئيل عن اللي هم اعمارهم صغيرة. يعني دي مش دي بتكون موجودة في شركات الايه التأمين، ان هم بيشوفوا في الوثائق اللي هي في حالة الوفاة ان الاعمار الكبيرة هم اللي بيتوفوا، فهنا يعني بيتوفوا فهم بيزودوا مبلغ التأمين عن الاعمار الايه عن الاعمار الصغيرة. طيب بعد كده بيتكلم عن ان هنا بيشتري وثائق التأمين ضد خطر الحياة او ضد خطر الوفاة او ضد خطرين معا من الناحية العملية على اساس قدرة المؤمن عليه اللي هو المشتري على سداد القسط سواء كانت هذه الاقساط شهرية او سنوية. يبقى هنا انا برضك ان انا لما اجي بشتري وثيقة التأمين ضد خطر الحياة او ضد خطر الوفاة او ضد خطرين معا فين الناحية من الناحية الايه العملية من على اساس قدرة مين المؤمن عليه على سداد الاقساط سواء كان المؤمن اللي هو الاقساط سواء كانت هذه الاقساط شهرية او سنوية سواء كانت الاقساط سنوية او ايه او شهرية. يبقى احنا عارفين دلوقتي احنا عندنا طرفين اللي هو شركة التأمين واللي هو المؤمن
عليه او المؤمن له. هنا المؤمن اللي هي شركة التأمين بتبدأ ان هي تعمل ايه، تحدد مبلغ التأمين لمين، للمؤمن عليه. مؤمن عليه بيبدأ ان هو يدفع ايه، بيدفع اقساط. بيدفع ايه؟ اقساط، عشان لو حصل خطر يبقى هنا شركة التأمين تعوضه او تديله مبلغ التأمين، بتديله مبلغ الايه، التأمين. طب لو احنا جينا نشوفها هنا، لو انا رسمنا هنا مع بعض، هنا اللي هي شركة التأمين، التأمين دي قلنا ان شركة التأمين ده اللي هو الايه، المؤمن، صح كده؟ وهنا دي شركة التأمين، وهنا اللي هو المؤمن عليه. المؤمن عليه ده هيبدأ ان هو يدفع ايه، يدفع اقساط. هيدفع ايه؟ اقساط ليه؟ شركة التأمين، عشان لو حصل ايه، لو حصل خسارة، لو حصل خسارة او وفاة او خطر، نقول ان هو خطر، لو حصل خطر او وفاة او اصابة او اي حاجة من، فشركة التأمين اللي هو المؤمن عليه ده بيدفع اقساط، يبقى شركة التأمين هتروح تعمل ايه، هتدي للمؤمن عليه اللي هو مبلغ التأمين. يبقى احنا كده عرفنا ان دي شركة التأمين اهو، اللي هو المؤمن، والمؤمن عليه، المؤمن عليه يدفع الاقساط، لازم ان هو يكون بيدفع الاقساط، علشان لو حصل اي خطر او اي وفاة هنا شركة التأمين تبدأ ان هي تعوض اللي هو مبلغ التأمين، تديه لمين، لو هو توفى يبقى بتديه للمستفيد، تديه لمين، للمستفيد. يبقى احنا عرفنا اهو، يبقى هنا شركة التأمين هنا بتدي للمؤمن عليه مبلغ التأمين اذا حصل خطر او خسارة، اذا حصل خطر او ايه، او خسارة. يبقى احنا عرفنا ان احنا نفرق بين المؤمن والمؤمن عليه. وانا عارفة ان انتوا خدتوا في سنة تانية في التأمينات تأمينات الحوادث في او البحري، فانتوا عارفين الفرق بين المؤمن والمؤمن عليه، والمؤمن اللي هي شركة التأمين، والمؤمن عليه اللي هي او المؤمن اللي هو العميل اللي هو جاي بيشتري الوثيقة، اللي هو بيأمن على نفسه في تأمين على الاشخاص. طب الجزء اللي بعد كده لو احنا هنشوفه هو، لو في الجزء ده لو هيجي فيه اكمل العبارات الاتية: اقساط التأمين تكون نقط لذو الاعمار الصغيرة ولذو الاعمار الكبيرة في حال ثبات مدى مدة التأمين في حالة التأمين ضد خطر الايه. لو احنا فاكرين مع بعض، احنا اقساط التأمين لذو الاعمار الصغيرة، لو ده كان خطر الحياة يبقى ده مرتفع، لو في خطر الحياة بتكون دي مرتفعة، وذو الأعمار الكبيرة بتكون ايه، منخفضة. اهي صح، شطار، انا سامعاكم. يبقى هنا اقساط التأمين بتكون ايه، مرتفعة لذو الأعمار الايه، الصغيرة، ومنخفضة لذو الأعمار الكبيرة في حالة اللي هو ايه، في حال ثبات مدة التأمين في حالة في التأمين ضد خطر الايه، ضد خطر الحياة. احنا عارفين ان احنا بنفرق في شركات التأمين، شركات التأمين بتفرق بين الاعمار الكبيرة والاعمار الصغيرة في وثيقة التأمين على الحياة. وثيقة التأمين على الايه، على الحياة. وثيقة التأمين على الحياة ان الشخص ده هيفضل على قيد الحياة. فهنا احنا عارفين ان شركة التأمين بتبص على ان الشخص ده لو هو سنه كبير يبقى هنا بيدفع هنا منخفض، لان هنا على قيد الحياة، هم شايفين ان الشخص ده بيتوفى قبل، يعني سنه كبير، فهو ممكن ان هو يتوفى، فهي بالنسبة لها ان هو لو توفى يبقى هي كده مش هتدفع مبلغ التأمين، هي بتفكر كده. فهنا بتشوف، بتعلي الاقساط لمين، للسن الصغير اللي هو الاعمار الايه، الاعمار الصغير. يبقى الاقساط التأمين في الاعمار الصغيرة بتكون مرتفعة، اما في الاعمار الكبيرة بتكون ايه، بتكون منخفض. دي وثيقة التأمين على الايه، على الحياة. والعكس فين، في الوفاة. الوفاء، ان احنا قلنا في الوفاء هتلاقي ان في اعمار الكبيرة بيدفعوا ايه، كتير، وفي الاعمار الصغيرة بيدفعوا ايه، منخفض. طيب بعد كده نشوف اللي بعد كده، هنا بيتحدد مبلغ التأمين المناسب ضد خطر الوفاة بعدة طرق، منها القيمة النقدية للانسان
القيمة الرأسمالية للإنسان، القيمة الاقتصادية للإنسان، القيمة التأمينية، وطريقة الاحتياجات. طبعا احنا هناخد ازاي ان احنا نحدد مبلغ التأمين المناسب ضد خطر الوفاة، وهم كم طريقة، هم 5 طرق. هناخد اول طريقة اللي هي القيمة النقدية لحياة الإنسان. هنا بيقصد بها القيمة الحالية للدخول المتوقع أن يحصل عليه المؤمن عليه، المؤمن على حياته طوال مدة حياته، حتى تاريخ الإيه؟ حتى تاريخ الوفاة. هنا بتحسب القيمة النقدية للإنسان على أساس، أنا بحسب القيمة النقدية للإنسان على أساس إيه؟ إيجاد القيمة الحالية للدخول المتوقع أو للدخل المتوقع أن يحققه المؤمن عليهم إيه؟ مستقبلاً. وإن بتستخدم هذه الطريقة إجمالي دخل المؤمن، إجمالي دخل الإيه؟ المؤمن. يبقى أول طريقة إن أنا بحدد مبلغ التأمين اللي هي الطريقة النقدية للإنسان، القيمة النقدية للإيه؟ للإنسان. وإن القيمة النقدية للإنسان دي بتتحدد على أساس دخل الفرد، على أساس دخل الإيه؟ الفرد. طب لو هو جالك هنا بيقول لك إن القيمة النقدية للإنسان بتتحدد على صافي الدخل، صافي الإيه؟ الدخل. هي بتتحدد على صافي الدخل ولا اجمالي الدخل؟ لا شطار، انا سامعاكم بتقولوا لي اه ده على اجمالي الايه؟ على اجمالي الدخل. لو احنا هنا في النقطه دي اللي هي الطريقه النقديه للانسان، الطريقه النقديه للانسان دي لو احنا اتكلمنا او جت في الامتحان هتيجي بشكل ايه؟ هتيجي مثلا في صح وخطا، اللي هو يقول لك ان القيمه النقديه دي ان هي بيستبعد او بتستفيد منها او بتحسب عن طريق اجمالي صافي الدخل، هنقول لا الإجابة دي خاطئة، امال هي ايه؟ على اجمالي الدخل مش صافي الايه؟ الدخل. لو احنا هنيجي اهو صح وخطأ، تستخدم طريقة القيمة النقدية للإنسان، صافي الدخل المؤمن عليه في التأمين ضد خطر الوفاة. احنا قلنا صافي؟ لا ما قلناش صافي، امال قلنا ايه؟ قلنا اجمالي دخل المؤمن عليه. يبقى هنا الإجابة الخاطئة هتكون إيه؟ إجمالي دخل المؤمن عليه في التأمين ضد خطر الإيه؟ ضد خطر الوفاة. طيب الطريقة التانية اللي هي القيمة الرأسمالية للإنسان. طب حد يفكرني هي الطريقة التانية كانت إيه؟ أو الطريقة الأولى كانت إيه؟ كانت القيمة النقدية للإنسان، صح كده؟ إحنا قلنا إن أول طريقة إن أنا بحدد فيها مبلغ التأمين اللي هي القيمة النقدية للإيه؟ للإنسان، وقلنا إن القيمة النقدية للإنسان بتتحدد من إجمالي دخل الفرد، إجمالي دخل الإيه؟ الفرد. طيب تاني حاجة اللي هي القيمة الرأسمالية للإنسان، والقيمة الرأسمالية للإنسان إن أنا بعمل دخل الفرد بعد استبعاد الإيه؟ النفقات الشخصية، بعد النفقات الإيه؟ الشخصية اللي هي بتعتمد على دخل، بتعتمد على الدخل الذي يخص الأسرة بعد استبعاد نفقات العائل من إجمالي الإيه؟ الدخل. وبيتحدد مبلغ التأمين المناسب في ضوء هذه الطريقة على أساس إيجاد القيمة الحالية للدفعة مؤكدة الإيه؟ الدفع، إن أنا بيبقى مؤكدة الإيه؟ الدفع. طب هتيجي دي سؤال فيها إيه؟ إن هنا بتعتمد طريقة القيمة الرأسمالية للإنسان في التأمين على تحديد مدة إيه؟ بمدة تساوي مدة توقع الحياة. شطار أنا سامعاكم، اللي هي مدة دفعة المعاش، وهنا مدة توقع الايه؟ حياة العائل، حياة الايه؟ العائل. طب الطريقة اللي بعد كده والطريقة التالتة، او هنا ممكن تيجي بردك صح وخطأ، اللي هي بتعتمد طريقة القيمة الرأسمالية للإنسان على الدخل الذي يخص الأسرة بعد طرح نصيب العائل من إجمالي الايه؟ من إجمالي الدخل، ودي هتكون ايه؟ صحيحة. الطريقة التالتة اللي هي القيمة الاقتصادية للإنسان، والقيمة الاقتصادية للإنسان دي بتعتمد على دخل الأسرة بعد استبعاد النفقات الشخصية للعائل أو مصدر الدخل والضرائب على الدخل، كما أنها بتعتمد على مدة الحياة الإنتاجية للفرد أو العائل وليس توقع الحياة المحسوبة طبقا لجدول الحياة الإيه؟ المستخدم. دي الطريقة الإيه؟ التالتة. يبقى هنا الطريقة الأولانية اللي هي القيمة النقدية، الطريقة التانية اللي هي القيمة الرأسمالية، والطريقة التالتة القيمة الاقتصادية. وقلنا إن الطريقة الأولى اللي هي الطريقة النقدية أو القيمة النقدية دي بتتحدد على أساس إجمالي الدخل. القيمة الرأسمالية هنا إجمالي الدخل بس بستبعد فيها النفقات الشخصية. أما هنا القيمة الاقتصادية هنا برضك الدخل بس بستبعد فيها النفقات الشخصية وإيه تاني؟
والضرائب والضرائب. طيب الطريقه اللي بعد كده اللي هي الايه؟ القيمه الانتاجيه، القيمه التامينيه، القيمه الايه؟ التامينيه. هنا القيمة التأمينية بتحسب القيمة التأمينية على أساس كل من القيمة الحالية للدخول المتوقع حصول الأسرة عليه أثناء الحياة الإنتاجية للعائل بعد خصم القيمة الحالية للدخول المتوقع فقدان. يبقى هنا بشوف القيمة الحالية للدخل المتوقع واطرح منه، يعني اخصم منه القيمة الحالية للدخل المتوقع فقدان ان انا هفقده في حالة وفاة الايه؟ في حالة وفاة العائل. ملحوظة هامة هنا في طريقة القيمة التأمينية، في حالة بقاء العائل على قيد الحياة حتى بلوغ سن التقاعد فلن تحصل الأسرة على أي مزايا، الأسرة دي مش هتحصل على أي مزايا من شراء هذا التأمين، لأنه بيعتمد فقط على تعويض الأسرة على الدخول المفقودة إذا توفى عائلها قبل سن أو قبل بلوغ سن التقاعد فقط. يعني قبل التقاعد خلاص لازم هنا شركة التأمين بتعوض. طب لو هو فضل على قيد الحياة هي شركة التأمين ما بتعوضش. عشان كده احنا بنسمي الطريقة القيمة التأمينية بتعرف بتأمين الدخل الأسرة، بتعرف بتأمين دخل الايه؟ الأسرة. طب هنا لو جه في صح وخطأ بان هي تتميز طريقة القيمة الاقتصادية للإنسان بانها بترشد المؤمن له الى نوع الوثيقة الواجب شرائها، هل القيمة الاقتصادية اللي بترشد المؤمن له على نوع الوثيقة الواجب شرائها؟ لا، هنا الإجابة الخاطئة. أمال هي إيه؟ اللي هي القيمة التأمينية. أمال القيمة الاقتصادية دي أنا بحددها على أساس إيه؟ دخل الأسرة مع استبعاد النفقات والضرائب. آخر طريقة اللي هي طريقة الاحتياجات. بيشترط تأمين على الحياة لمواجهة حاجات معينة، يعني شراء مبلغ التأمين يساوي الفرق بين المبالغ المطلوبة لمواجهة حاجات معينة والأموال المتاحة لمواجهة تلك الحاجات. يبقى أنا بشوف إيه؟ إن أنا شراء مبلغ التأمين هو بيساوي إيه؟ بيساوي الفرق بين مبلغ المطلوب لمواجهة حاجات معينة والأموال المطلوبة لمواجهة تلك الحاجات. وبيحدد مبلغ التأمين بهذه الطريقة يجب تحديد الأهداف والاحتياجات المالية للأسرة في حالة وفاة أو عجز العائل. كده لو احنا فاكرين مع بعض الحلقة احنا خدنا ايه؟ اخدنا هنا خطر الحياة وخطر الأخطار اللي بتهدد ذو الدخل، واتكلمنا عن أسس شراء بيع التأمين، واتكلمنا عن الطرق اللي هو تحديد مبلغ التأمين، وقلنا ان هم خمسة. وللأسف حلقتنا انتهت. أتمنى لكم التوفيق، واستنوني في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.